أولا لا أتصور أن هذه اللقاءات لم تكن دون نتيجة، يعني عمليا هي فتحت المجال لي حتى لو كان هناك خلافات بين الجانبين على الطاولة، على الأقل لبحث هذه الخلافات، وهذه أنا يعني أعتبرها نقطة إيجابية في صالح الحكومة العراقية وشخص رئيس الوزراء العراقي السيد الكاظمي الذي استطاع جمع هؤلاء على طاولة واحدة. يعني هنا نحن نتكلم عن قائد فيلق القدس من جهة ورئيس الاستخبارات السعودية من جهة أخرى، يعني هؤلاء الشخصين استطاع جمعهما وتم التنسيق فيما بينهم أن يستمر السفراء بالاتصال فيما بينهم، وكانت هناك اتصالات خلف الكواليس بين السفير الإيراني في بغداد والسفير السعودي في بغداد. طبعا هذه لا يجب علينا أن نتوقع بأن تحل خلافات طويلة بين البلدين خلال ليلة وضحاها، ولكن أقلها أستطيع أن أقول لك أحد النتائج كانت أن الحكومة اللبنانية تشكلت، وأنا لا أتصور أن الحكومة اللبنانية استطاعت أن تتشكل دون تنسيق خلف الكواليس بين إيران والسعودية. وأنا أتصور أن اجتماع بغداد كان له أثر إيجابي في هذا السياق.